ده منشور متداول لوزارة التعليم العالي وبتقول فيه تعطيل الدراسة في الجامعات والمعاهد. ترى الكلام ده صح ولا لا؟ تعالوا هنعرف الفيديو ده. قضية أمك مع أحمد مطوع. نشرت الورقة دي على السوشيال ميديا وبتقول تعطيل الدراسة في الجامعات والمعاهد، ولكن وزارة التعليم العالي طلعت على طول ونفت الموضوع ده وقالت إن الورقة دي مزورة. لكن أعلن مجلس الأعلى للجامعات إن النهاردة هيكون في اجتماع عشان يبحثوا موضوع تعطيل الدراسة وكمان موضوع الامتحانات بتاع نص السنة. وزير التربية والتعليم هياخد اجتماع برضه عشان موضوع تعطيل الدراسة وموضوع امتحانات نص السنة. أول واحد تعرف كل جديد، ما ننساش تعمل فولو لو مش عامل ولايك للفيديو عشان يوصلك فيديوهاتنا اللي جاية، ولو عندك أي سؤال سيبه في كومنت. السلام عليكم. بقاني بعمل فولو على تيك توك، فولو على انستجرام، وسبسكرايب على يوتيوب. خبر يهمك مع احمد مطوع.